السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا الربع اذكروا الله، صلوا على رسول الله. القحات هذه مبروكة بإذن الله سبحانه وتعالى، الهداوة والطبع والبالفرصة. شوف هذه ماري لقينا نسوقها ورطنا فيها، البلقح من أصفات تقريبا. اذكروا الله الربع، اللهم صل وسلم على رسول الله. مساء الاثنين 23/10/1441. يا هلا المقان يا رجال اللي تدور الشيء النظيف والشيء المشروط والشيء الطيب، وما شاء الله اللهم صل وسلم على رسول الله. بالله شوف لي السن هذه. ايوه احنا في مركز سليم بن شالح وشريكه 0538809. لا لازم تشوفها زين. احنا الان بنشوف اسنانها باذن الله كلها واحده. وللتواصل مركز سليم بن شالح وشريكه 0538809، والديود المشروطه باذن الله سبحانه وتعالى. شو الناقه سديس، الناقه سديس باذن الله. هذه سديس ثاني ولده، اللهم صل وسلم على رسول الله. والثانيه بنشوفها باذن الله سبحانه وتعالى. شوف لي هذيك، عطني هذه.